فنانت. أنا دارم ابن العاش، قائد جند اليمامة. أيها القائد، مولاي الملك التبع حسان يقترب ويكاد يبلغ إلى هنا. ماذا قلت؟ ومعه الوزير يعفر. يا مولاي، أنت الآن في أرضك الجديدة، أرض اليمامة. إنها ترحب بك. أبيت اللعن، خاضعة مستسلمة لأمرك ومشيئتك. كم نبعد عنها؟ نحن الآن في الخضراء يا مولاي. أمامنا جو، عاصمة اليمامة. وإن الجيش بانتظار قدومك الميمون لتدخل قلب اليمامة. لقد أبليت وجندك بلاء حسنا أيها القائد. يا مولاي، لدينا قائد جند اليمامة جاءك مستسلما، فاحتفظنا به ليركع تحت قدميك فتنظر في أمره. حسن، ائتوني به. اجتاحوا أرض اليمامة إلى أبواب جو. صدقت زرقاء اليمامة. دعك من زرقاء اليمامة يا ابن حكيم، دعك منها. ما الذي تراه يا ابن الأغر؟ أن تغادر جو أنت ومن معك، فلا ملاذ في اليمامة. هذه مشورتك يا ابن الأغر؟ أن أغادر اليمامة؟ إلى حين يا مولاي، فإن تواريت عن وجوههم وبقيت حيا سالما تمكنت من إنقاذ اليمامة واستعادتها. أما إن وقعت في أيديهم أو قتل، فمن لليمامة أن ينقذها ويستعيدها؟ جبل طي. أجل يا مولاي، جبل طي. فإن حملت إليه معك الذهب والمال جندت الرجال وكررت ثانية وأخرجت عدوك منها واستعدته. يعز علي أن أغادر اليمامة. يعز علي. تغادر اليمامة من أجل اليمامة وإنقاذها يا مولاي. أيها الملك، جئتكم كي أضع سيفي بين يدي الملك الهمام التبع حسان، حيث توجهه وتوجهني حيث تشاء. أين جندك أيها القائد؟ لا يوجد أعداد كبيرة من الجند أيها الملك. الجند في اليمامة، إنما البعض منهم في حصن المشقر بعد أن استأصلنا عصبة ضالة كانت تتمنع فيه لقتالكم. أيها القائد، ماذا تراني فاعل بك؟ وما أنت فاعل؟ أنا طوع أمرك أيها الملك. إن أمرت ألحقت جندي بجند الملك العظيم. وما نفعل بهم؟
لنطعمهم؟ فإن كانوا لا يقاتلوننا فمن نقاتل بهم؟ يا ابن غيدان، أمر مولاي الملك. امضي بمن تراه من الجند إلى الحصن الذي ذكره وأتي على من فيه. أما أنت أيها القائد فنريدك إلى جوارنا. قل لي أيها القائد، لقد علمنا أنك كنت قائد جند الملك القتيل عمليق. نعم كنت. وما قتلت معه ولا قاتلت عنه؟ ربما أمهلتني المنية لأكون بين يدي الملك التبع العظيم. وها قد تحقق لك ذلك؟ نحن جند أبيت اللعن أيها الملك، نشأنا على الميل إلى القوة ونميل إلى الغالب المنتصر. أحسنت القول أيها القائد، سنجزيك على حسن قولك وحسن فعلك. جهز لي حصاني، وإذا أردت أن تأتي معنا فلك ذلك. لا يا مولاي، فاعذرني، فأنا من أهل اليمامة لا أخرج منها، فليكن علي ما يكون على الآخرين. هيا يا شموس. لن أذهب معك. تؤخذين سبية. اليمامة كلها تؤخذ سبية وأنت تفر منها. من أجل إنقاذها. يا مولاي، قد طهرنا الحصن ممن كانوا فيه، والطريق مفتوحة أمامنا إلى قلب عاصمة اليمامة جو. لن أهرب، لن أترك اليمامة، فدعني دعني. لن أتركك لهم، فاليمامة كلها في قبضتهم وأنت تفر منها. لماذا لا تصمد لهم؟ لماذا لا تشرع سيفك في وجوههم؟ وماذا يفعل سيف فرد؟ ماذا يفعل؟ أعطني سيفك، أريك ما يفعل. أنت مجنونة، مجنونة! بماذا تفكرين؟ ها؟ ذات يوم رأيت رؤيا، هل تعرف ما هي؟ رأيت أن سيفك مغمد في صدري، فاشرع سيفك وأغمده في صدري لتتحقق الرؤيا، أو أعطني سيفك فأغمده أنا، ولا أراك هاربا هكذا. لست هاربا يا شموس، لست هاربا، إنما هو زمن أجمع فيه الرجال والقبائل حولي ثم أعود إلى هنا لإنقاذ اليمامة. لن أترك اليمامة ولن أترك جو، ولكن قصرك هذا سأغادره. إلى أين؟ إلى أين؟ إلى دارنا، دارنا فيها شهدت البداية، أنتظر نهايتي فيها. لا تنتظرني فلن أذهب معك. اذهب، اذهب إن كنت قد اخترتها.
سأرجع يا شموس، سأرجع. من أنت؟ أخرج من هنا، أخرج! أنا أيها الملك، ألا أكون معكم؟ أنا قائد ومحارب. لا أيها القائد، ابقى هنا، فقد انتهت حربك أنت. يا جند التبع، يا فرسان حمير، جو قلب اليمامة أمامكم تنتظر سيوفكم، وإنها مباحة إلى جو، والملك الأسود هرب منها.
ليس ملكا؟ لا يوجد في اليمامة ملك إلا التبع، ابحثوا عنه واحضروه. أمر مولاي. لا يدخل هذان الرجلان، قيدهما واحفظوهما لحين طلبهما. لما يا مولاي؟ خذوهما. يا مولاي لم يقولوا شيئا. يا مولاي، يا مولاي، من انت؟ حاجب القصر يا مولاي. حاجب ملوك اليمامه؟ اجل يا مولاي. زالوا فتزول معهم. يا مولاي، يا مولاي. هذا الملك ورجاله يجيدون الفرار. إن كان حيا سيمسكون به ويقدمونه بين يدي مولاي. لا أيها الوزير، لم نتهيأ للقائه بعد، ولم يتهيأ للقائنا. نريد أن يكون لقاء يليق به ويليق بنا. السجن إذن يا مولاي؟ يلقى في السجن إلى أن نفرغ له، فهو آخر ما يشغلنا. وابحثوا عن الشموس أخته التي وعدنا بالزواج منها، فإن فاتها الزواج منا فستحظى بأن تكون سبيتنا. إن لم تكن قد فرت معه. أرجو ألا يكون ذلك، فقد أنهكنا المسير وعافت نفسنا القتل والدماء، وإننا بحاجة إلى بعض التسرية. فلتأذن لي يا مولاي. كف يا امرأة عن البكاء وأجبيني. لا أعرف يا سيدي إلا أنها خرجت من هنا إلى دارها. لم يعثر لها على أي أثر في القصر يا مولاي. ماذا؟ علمت بأنها خرجت منه إلى دارها، فإن أمرت يسوقها الجند إليك. لا يا ابن ود، أرى أن هذه المرأة التي سمعنا عنها كثيرا جديرة بأن نلقاها حيث اختارت أن تكون. نراها غدا نهارا. من؟ أنا الجيداء، هي زرقاء اليمامة، أما عرفتني؟
لما تغمضين عينيك؟ كنت أفتحهما وأبصر وأنظر من أجل اليمامة، فلا أنظر ولا أبصر شيئا، قد ذهبت اليمامة. لا، اليمامة لم تذهب، اليمامة باقية، لم تذهب. أنت الشموس ابنة عفار، لم ينصفك الذين وصفوك لي، فأنت أكثر حسنا وبهاء من وصفهم، ولقد بلغت أسماعنا حكايتك كلها. ما حكايتي إلا حكايات غيري، أما وقد علمت بالأمر فما الذي تريده مني؟ تعلمين أيتها الفتاة أم أخاطبك بالأميرة؟ لست أميرة، أنا ابنة اليمامة وفتاة من فتياتها. تعلمين أيتها الفتاة أن أخاك خاطبنا بشأن الزواج منك، وقد استخففنا بالأمر في حينه، أما بعد رؤيتك فأنا التي أستخف بهذا الأمر الآن. ولقد وصفت بحدة الطبع أيضا. أما علمت أيها الملك أن فتاة حرة لا تتزوج من غاز لبلادها ومغتصب لديارها؟ إذا أنت ترين أننا غزاة لليمامة. وما غير ذلك. إذا تعلمين ما يكون في الغزو والحرب؟ تؤخذ النساء والفتيات سبايا. الشموس ابنة عفار لا تؤخذ سبية. لا تكون امرأة إلا زوجة أو سبية جارية. اسمعي أيتها الفتاة، لقد علمنا أنك أبيت الهرب مع أخيك خارج اليمامة، وإننا نقدر فيك هذا. لم أفعل ذلك لأحظى بتقديرك أيها الملك، أنت مغتصب لدياري وأنا أعرف وضعي منك جيدا. وما أنت عندي الآن إلا ما أردته لنفسك، سبية حرب، إنما قد أرفعك إلى مرتبة المحضية. لا أيها الملك، ما أردته مني لن تبلغه قط. احرسوا هذه الفتاة. واتوني بها في الليل إلى القصر. لن يقترب أحد مني أيها الملك. لن تمسني. عليكم بهم. Thank you.
ذكرتنا يا ابن ود، وقد نسينا أمرها وما كان حديثها ليشغلنا. ماذا قال اسمها؟ الزرقاء يا مولاي، ويسمونها زرقاء اليمامة، وترى على بعد مسيري 3 أيام. ربما ظنوا بها ذلك لأنهم عميان لا يبصرون، فإن لم تكن قد رأتنا نحب أن نراها، وسننظر في أمرها حين نفرغ له. مولاي الملك يطلبك يا زرقاء اليمامة. أي ملك؟ قد عرفت اليمامة ملوكا كثر. ويحك امرأة، التبع حسان صاحب الأمر في اليمامة وليس صاحب أمري أيها الرجل. تقتلين؟ أعرف، وليت عندي شجاعة الشموس لكفيتكم هذا. أعرف أنني سأقتل أيها الرجل. قل لملكك هذا إن زرقاء اليمامة عمياء، فليأتي هو إن أراد. مجلس الملك الأسود؟ ويحكي يا امرأة، اسمكي، ستكشفين أمري. أين رجال اليمامة؟ أين رجال اليمامة؟ استقم أيها الرجل، فأنت بين يدي الملك. أيها الملك، قل يا مولاي، فإنني ملكك الآن. أجل يا مولاي، يا مولاي، يا مولاي، منذ أن أمسك بي الجند وقيدوني وأنا أعذب على أيديهم إلى أن ساقوني إليك، فإن كانوا لا يعرفونني فإن مولاي الملك يعرفني. بل يعرفونك يا ابن مرة، ولا يشتكى ممن ينفذون أمر ملكهم. مولاي، بأي ذنب أخذ؟ أيكون هذا جزاء ما فعلت؟ بل يقدر ملك السبأ صنيعك يا ابن مرة، إنك تقف بين يدي ملك اليمامة وقد آل أمرها إلينا. أجل ولا تجدروا إلا لمولاي التبة. أترى يا ابن مرة أنك خنت اليمامة؟ خنت ديارك واستعديت عليها؟ بل استنصرت ملكا ذا همة لإنقاذها. لا ينقذ ديارا غير أهلها أيها الرجل، ومن يأتي من خارجها يجتاحها ويضمها. وهذا ما فعلناه، لا ننكر فضلك، لكن في دمك خيانة أيها الرجل، فإن انتشرت منك وشاعت أفسدت الدنيا وأهلها. أما استنصرتنا أنت على الفساد؟ فنجتث الفساد إذن؟ خذوا هذا الرجل من أمامي واقتلوه لخيانته. مولاي الرحمة يا مولاي، مولاي قدموا الرجل الآخر. أما كنا مع عمري ليلة خضراء؟ أما كنا لنقتل معه؟ أما كنا لنقتل معه؟
ارفع رأسك، ألا تنظر إلى عدوك؟ لست عدوي أيها الملك. بلى ويحك، كان عليك أن تقاتلنا لا أن تهرب إلينا بخيانتك. أيها الملك أصمت. خذ سيفك أيها القائد، خذ سيفك. هذا السيف كان يجب أن يشرع في قتالنا. ما كنت لأفعل أيها الملك العظيم، ما كنت لأفعل. فلما السيف إذن في يد الجندي؟ اسمع أيها الرجل، عندما يشرع جندي سيفه فإما ينتصر في معركة أو يقتل. كان الأجدر بك أن تقتل في معركة، لكن نفسك الوضيعة حرمتك ذلك. أيها الرجل، إن لم ترضى لنفسك بعض العزة فإننا نحفظها لك. سدد سيفك إلى صدرك وأغمده فيه. يا مولاي الرحمة، يا مولاي الرحمة. لا رحمة لمثلك، افعل وإلا أخذتك سيوف الجند. أغمد. ساعده في هذا أيها القائد. الرحمة أيها الملك العظيم، الرحمة. سنذهب لرؤية المرأة التي ترى. انظري إلي يا امرأة. أنزه بصري عما تعافه نفسي. ويحك يا امرأة، يذهب برأسك هذا وفيه عيناك هاتين اللتين سمعنا عنهما عجبا. قيل إنك تبصرين على مسافة 3 أيام، فما السر في بصرك الحديد هذا؟ وإنك تكتحلين بمطحون حجر أسود يقال له الأثمد، أهذا سرك؟ ويحك، ألا تقولين شيئا؟ بلى، أخرج من اليمامة واتركها لأهلها. اللعنة عليك، إن كنت لا تكشفين سر بصرك نكشفه نحن. افقأوا عينيها واقتلعوهما من محجريهما واتوني بهما. بعد قتلها تصلب في موضع يراها فيه من بقي من قومها، فإن لم يصدقوها وهي مبصرة حية قد يصدقونها وهي مفقوعة العينين ميتة. ولا تنسوا أن تأتوني بابن عفار إلى القصر. علمنا يا ابن عفار أنك تتضور جوعا وبأنك تشكو وتتوسل. الملوك لا يتوسلون. منعنا عنك الطعام لأننا لم نجد من الطعام ما يليق أن يقدم لك. أردنا لك أن تموت جوعا لأننا وجدنا أنه أرحم بك من حد سيفنا، لكن لا عليك أيها الملك المخلوع، قد وجدنا لك الطعام الذي يليق بك. أحضر الطعام الذي يليق بالملك.
تناول طعامك الذهبي أيها الملك، وإلا فلتمت جوعا. إن خذلك الموت جوعا فإن سيفنا سينقذك منه ومن عذابك. خذوه إلى السجن. هاتان عينا المرأة الزرقاء يا مولاي، وجدنا فيهما عروقا سوداء، ربما كانت من أثر هذا الذي ذكر لنا بأنها تكتحل به. إن لهذا أثرا على البصر يا ابن ود، أما البصيرة فشيء آخر. كانت عينا هذه المرأة وحدهما من تصدى لنا وجابهنا في اليمامة. والمرأة ما أمرت به يا مولاي؟ تدرين يا زرقاء ماذا حل باليمامة؟ إنها أطلال تبكي أهلها. لماذا هجروها؟ لا أدري. إنني أذكر كل شيء جميل فيها. تعالي معي لترين. تعالي. يا أطلال اليمامة،
يا أرواح طسمك وجديس، هبوا هبوا من أجل الأمل، الأمل الذي لا ينتهي، هبوا من أجل اليمامة لتعود كما كانت، عظيمة مزدهرة، ليس لطسم أو جديس بل لكليهما معا، لكليهما معا. يا أهل اليمامة، يا أرواح طسم وجديس، هبوا 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 من أجل اليمامة، هبوا لتعود اليمامة، عودوا بحق السماء. ليس بالخنوع تكون الحياة.